ودوا الطبق الثاني. عطنا على الخبز. يلا يلا. اوه سلام. امشي في الميدان لابوه. زين. نزل نزل ذي. يا حبيبي انت. هم حاطين زيت هنا. يلا بسرعة. يلا بسرعة ترى يا شباب لا تنظفون. ترى انا شفت. خلاص انا قيمت هناك الرجال طاح طاح. انا بالنسبه لي قاعد اكتب كتبت هناك خلصنا ركزت شايف كل شيء هناك ما عليك اهل علي ما يجبر الله يوفقكم ان شاء الله وفالكم النجاح والتوفيق يا ربي لك الحمد استريحوا انت روح جيت عنا وانت روح لا انت روح ناكل كل فريق مع بعض الله يجزاكم خير مثلكم ما كنت تدحين ذا قلنا كنا اخوان خلي معهم خليني يجي معي ولا روح انت روح ناك اقرب خلنا اقرب من ذي شوي خلاص خليك كذا خلي هم يبون يكون خليك هنا مبسوطين بشوف اجي هنا ولا هناك لا ايش تبغون عشان الرجال اللي وراك يس الله يسعدك الرجل واجد لا مكيف ها وين الخبز جاي بيحط بس اللي اسمك عطنا خبز بروح اجيب خبز افا وايش اسوي يا مال العافيه لا باقي ما خربت هذا جبن ولا مايونيز لا لا كريمه كريمتين جو كريمه طبخ والله مايونيز لا والله مو مايونيز والله مو مايونيز حط المايونيز لا والله كريم الله يعينك الله يعينك يا ليل يا ليل ما شاء الله على هيك طبخه برا كلها برا برا هنا 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 ترى مصقعه مو بصل لا تسوق نعم صقعه من الطراز العالي على سعد روح كبر لقمه كبرها لا تكفى كبر لقمه عشان تستمتع تكفى بس بدون الطحينيه يا عيال فكونا اي خلاص الله يسامحكم جينا بالعافيه كل اكل كل لا والله ما تاكل انا باكل عنك بدوكه شتك خاطري اعطيني بدوكه اشكو كل كل كلها كلها يا خالي كلها كلها تاكل لا لا كلها انت ها خلي يدوق طبخت وش عليك من دق ما يديك يا سوي ما ودي الهمبه يلا تعالوا